اهلا بيكم في فيديو جديد مع مهندسة الديكور لامية حسن. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ورق الحائط، بس قبل ما نتكلم عن الموضوع دوت ياريت نعمل لايك وسبسكرايب وكمان شير بعد ما تخلصوا الفيديو. ورق الحائط من الحلول العملية جدا لانها نظيفة جدا في تركيبها، كمان مفيش بعدها روايح جامدة زي اللي بيحصل مع الدهانات العادية. ومن اهم ميزاتها ان احنا لما بنحتاج نعمل نقوشات على الحيطة او الحيطان او ندي تكستشر مختلفة، دي من الحلول السهلة جدا في الموضوع ده. اهم مشاكل ورق الحائط هي ان هو بينطر من على الحيطة لو الحيطة فيها عيوب او فيها رطوبة، فاحنا لازم بنحط ورق الحائط على سطح املس تماما، بندي معجون وبنعم جدا سطح الحائط لغاية ما بنوصل للمرحلة اللي هنحط عليها هنرول عليها مادة اللزق. وياريت نهتم جدا بنوع ورق مادة اللزق اللي احنا بنشتريها علشان نحطه تحت الورق الحائط ويكون فعلا يعمل هولد للورق الحائط على الحيط بشكل ممتاز. في حل تاني كمان للحوائط اللي هي فيها رطوبة بالذات، ان احنا بنحط البطانة ورق حائط تاني بس هو يكون بطانة، وده بيبقى فيه منه لون واحد بس اللي هو البيج، وده بيتحط بالعرض علشان يمنع الرطوبة انها توصل لورق الحائط اللي بيتحط بيه الطول. على اي اساس بنختار الوان ورق الحائط؟ طبعا على اساس الستايل اللي احنا هنفرش بيه، دي حاجة. الحاجة التانية على اساس الفرش بتاعنا، هل احنا حددنا عملنا مود بورد؟ يعني ايه مود بورد؟ يعني حطينا كل العناصر اللي احنا هنشتريها في صورة كده علشان نقدر نخرج منها ان هل مجموعة العناصر دي متوافقة مع بعض لما نحطها في الأوضة ولا لا. مثلا لو كانت عندنا الكنبة بتاعت الليفينج روم منقوشة، فاكيد مش هنستخدم كمان ورق الحائط منقوش زيها، خصوصا لو كانت النقشة كبيرة. انما ممكن نستخدم ورق حائط يا اما سادة خالص يا اما التكتشر بتاعه فيه تأثير بسيط. من اسهل الطرق ان احنا نحط رسومات على الحوائط هي طبعا ورق الحائط، ويكون طبعا الكواليتي بتاعها تكون عالية. كل ما الكواليتي بتاعت ورقة الحائط بتكون اعلى، كل ما بتستقر اكتر على الحيطان، وكل ما بتستحمل عوامل الجو المحيطة بيها. اكتر الغرف اللي احنا بنستخدم فيها ورق الحائط هي غرف الاطفال، لان بيبقى فيه اشكال كتير قوي بتعبر عن الطفل وبتخليه يستمتع جدا بوجوده في الغرفة بتاعته، خصوصا لو احنا نقينا اكسنت وول وحيطة تكون رئيسية علشان نحط فيها الورق الحائط بتاعنا، وبقية الحوائط ممكن يبقى ورق سادة او يكون ورق او يكون دهانات عادية خالص بتليق طبعا على بقية العفش اللي في الأوضة او الموبيليا اللي في الأوضة والورق الحائط اللي احنا حاطينه. الورق الحائط من المميزات بتاعته ان هو زي ما قلنا هو سريع تركيبه، ما بياخدش بضع ساعات، ممكن واحد بس لوحده يركبه، يعني مش عايز عمال كتير في البيت علشان يركبوه. المادة اللزق بتاعته لو قوية بيعيش فترة طويلة، ولو نوع الورق طبعا مهم ممتاز بيعيش فترة أطول. الحاجة المهمة كمان هنا الخامة بتاعت ورق الحائط، في خامات كتير قوي لورق الحائط، منها في الحرير وفي القماش وفي الخامات الطبيعية وفي اللي هي الألياف، وفي كمان الفينيل، وفي الورق العادي، وفي الماركات طبعا. كل لو في ماركة بتحطيها في ورق من ورق الحائط بتبقى أغلى كتير، لأن هما بيبقوا حاطين اسم البراند عليها أو بيبقى النقشة معروفة في حاجات مميزة. من الحاجات المهمة كمان ان احنا نحدد الحيطة المناسبة، يعني مثلا لو احنا هنفرش اخترنا ورق من النوع المزركش جامد النقش فيه عالي، فمعنى كده ان احنا هنختار حيطة واحدة، مش هينفع نعمل اوضة كلها، هيبقى فيه قلق جامد قوي، فبنختار اكسنت وول واحدة ونكمل بقية الحوائط
سادة معاها، أو بتكون النقشة بتاعتها بس بتبقى صغيرة قوي زي ما بنشوف في الكتالوجات بتاعة ورق الحائط. مهم جدا ان احنا نجمع ورق الحائط مع بعضه، الرولات متوافقة مع الديزاين بتاع التصميم بتاعنا. عشان كده اختيار ورق حائط بنقوشات معينة بتبقى محتاجة فعلا لدقة في التركيب. من الظهر بتاع ورق الحائط بنعرف هل هو بيبقى فيه علامات دالة على هل هو قابل للغسيل ولا لا، زي الثلاث خطوط اللي فوق بعض. كمان في ارقام بتدل على الحطة بتاعتنا اللي هيستهلك منها قد ايه، فكل لما تكون الرقم دوت زيرو او رقم صغير معنى كده ان ورق الحائط ده هنستخدم منه يعني الهادر بتاعنا في ورق الحائط في الرول دوت هيبقى قليل جدا. كل ما بيعلى معنى كده ان الهادر بتاعنا في ورق الحائط في الرول ده هيكون كبير. نيجي بقى على تركيب ورق الحائط. بعد ما بيسوي العامل السطح بتاع الحيطه كويس بيبتدي يرول الماده اللازقه على الحيطه، وبعدين بيجي على كل الجوانب والاركان وبيشتغل بالفرشه علشان نضمن ان اللزق بتاع الورق الحيطه يكون ممتاز. طبعا بيفرغ منه كل الهواء علشان يبقى الشكل بتاعه في الاخر حلو وجميل. من ميزات ورق الحيطة ان هو زي ما احنا قلنا تركيبه سريع، تركيبه نظيف من غير روايح ولا مشاكل. على الارضيات. بنختار كمان ورق الحيط، فيه ميزة مهمة جدا. انت لما بتجيبي الورق لما بتجيبي الدهان ما بتبقيش عارفة الشكل النهائي بتاع الدهان ايه، انما في ورق الحائط بتيجي بنفس درجة اللون كل حاجة، هو اللي انت شايفاه قدامك هو اللي بيظهر على الحيطة. في كمان في انواع الورق الحائط في حاجات بتبقى مقاومة للاضاءة العالية، لو مثلا حيطة مقابلة للشمس او مقابلة للشباك، في ورق حائط بيبقى قابل للغسيل، فبيبقى في انواع. لازم نسأل كويس قبل ما نركب ونشتري النوع اللي احنا عايزينه من ورق الحيطة. حاولت معاكم النهاردة اني اغطي جوانب كتير في ورق موضوع ورق الحوائط، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم مرسي جدا لو تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير. شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو جديد مع لميا حسن.